أول شيء الإنسان الناجح ليستمر بنجاحه، مش لازم يصاب بغروره. ميت فيكي ومش رح أموت، ناطر تتموتي فيي. لقينا بعد السنتين تحبني تحلو لحكاية. وما بتردي كل ما بدي شوف شمس النهار تاخد لعيونك صور حب اللي بضحك بفل حب اللي ببكي بضل من حبيبي انا قلت علي قولي بنقوم قصد كتاب افتح كل ما رفيقي مش معقول البيت والعيلة والحب بيبقى سألوني شو مغير في فكري سارح بعدك شارح جاي صالح شو ويلي 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 ما كنت ترد علي بشكر كل اللي تعبوا واللي عم يتعبوا تيوصلونا لهالنقطة هيدي ردوا يا هول عني أصر للماسة فان شو بحبك لما بتبكي بتشكي وعم بتغلغل لازم اعرف حجم نجوميتي لاقدر حافظ عليها قلبي وشو بدي له ناس بينسونا ومنصير نعشقهم نحن زيان بحل الليل السهر وانا مش قادر احللك قدي صرتي وانطرة فترة مش هامم دنيا كلها وانت حدي ردوا يا هوا لعندي صر لي المسافات يعني عنجد أنا بتعطوني فرصة تاني بس هلا رح قادم ردوا يا هوا لعندي غازيات ما تتركني حبيبي وقبل ما أشيلك من قلبي عقلبي رجعتي إذا عم تغني موضوع ما بيشبهك ما بينجح معك صار الحكي بيناتنا كله عطر هلأ لفت في حالي من الحالات فأنا مهمتي أني وصلها بصوتي يعني شغل كتير كبير الحب ما أنا هيني هيدا الغرام المستحيل يلي ما بيكمل أنا عم أقدم فن عم أقدم شي حلو شي جميل كيفك يا وجعي ولو عم تسمعي شوف الناس وشو بتحكم علي وشو وائل كفوري من بعد هالفترة أنا كنت مبسوط بالجو فخليني مبسوط بطلعني بنعشق ونحب كسابين كساب حسين إذا ما تعب ما بيوصل يعني ما ينق ما يتعب بكير يضل يجاهد ويكافح لأنه بالنهاية أكيد رح يوصل لمحل معين خلاص أخذت القرار يعني هيك وباختصار يلي بده يبقى